المشكل هذا باش ما نطولوش. هذا المشكل هذه التكلفه اللي ولات تاخر راها كتحملها الوكاله الحضريه. الرئيس ما بقاش عنده باش تكون واضحين الاخوان، الرئيس ما بقاش عنده شي صلاحيه باش يدير الرخصه، والسلطه المحليه ما بقاتش عندها على طرف الرخصه نظرا للتجربه اللي عندي 36 سنه وانا في هذا المجلس. مع السيد الرئيس السي محمد حماني كنا كندخلوا 70 80 مليون في الرخص، والرئيس الحالي دابا اللي توقف اللي مقبوض مش على الرخص، ماشي كدافع عليه مش على الرخص. يعني علاش 30 ملف كتصيفط هاد التقني هنا باش يمشيو للقافله؟ هاد التقني هنا كيصيفط الدوسي 25 ملف كيصيفط الوكاله الحضريه كادر تدوز واحد. كيف ما توقع شيء؟ والله انا توقع بالله مشى الحال 35 دوسي دوزوا لي واحد. شنو الاسباب اللي الرفض ديالو؟ نظرا كغير ما كانش واضح، وعقل المراه ليس الاراده ماشي واضحه، شي حاجه بسيطه جدا. وراه الازمه اللي تعيشها في الساحل ما شفتوهاش، كما قالوا بعض الاخوه اللي سابقين هنا، الناس راهم فارقين السكنه بالرواح والحصير مع اولادهم. الله يجازيكم بخير. انا واخا ما استعني حتى واحد رئيس ولا جبتي النفس ديالي هنا، وكنقول الحقيقه الواكله الحضريه درقت البيبان. جوج الملايين الفرنك باش يخلص السيد باش يقرا الرخصه؟ ما يمكنش. كاينه حاله اللي نقول فيها واخا من الاخوان ارض الجمهور هنا كنرفضوها احنا مع الاخوان، المجلس كيرفضها. ارض تابعه للمكتبه المخزنيه كترفض نظرا ما كاينش. هاد اللي تابع الارض اللي تابعه الدوله باش نكون واقعيين، لان ما عندكش ما يدوز لها. ولكن الاخوان اللي دخلوا راه كاينه بحال الشاويه بحال بزاف الاخوان عندهم ملك ديالهم باباهم وجدهم. السيد توفى وخلى جدو من باباه فايش الدار فيها اشجار اليوم غادي، وعاد خمسه كلهم تنصفوا لهاد الدور باش تطبق عليهم الوكاله الحضريه القانون. ماشي انا في المركز تطبق علي يعني، ولكن الدور خمسه كلهم سته كلهم سبعه كلهم ما عنده لا ثقه ولا تميز تطبق عليه. انت الوكاله الحضريه تيكون عنده السرجم ما عرفش شحال الحديد والدرع وجهه والكاغد ماشي هو هذا. وهذا الكلام هذا كنقولو ونتحمل المسؤوليه ديالي فيه، والله كان كنت رئيس حتى نوقع. وشكرا. السلام عليكم. تضافر جهود ديال الجماعه واخوان العماله ومصالح المركز الدوله، من اول دراسه اللي عندها وقع كبير على جماعه دعوه المراكه كل هي المخطط المديري للتهيئه العمراني للساحل الاقليمي العرائش اللي كيتواجد الان مرحله المصادقه، اللي جاب مجموعه ديال المشاريع التنمويه واعطاها لنا على المستوى القريب والبعيد والمتوسط. حنا كنا في برنامج عمل الجماعه كنا بواحد التدخل على اساس باش تكون الجماعه برمجت هذه المشاريع ديالها خلال المده ديال 2022 2027. وهاد كل هذه المشاريع كلها كتنصب في تحقيق واحد السكن لائق للعالم العربي. السكن لائق ما تنتكلموش على الاطار المبني بوحدو، ما كنتكلموش على التجهيزات التحتيه، ما كنتكلموش على المرافق العموميه، كنتكلموا على المشهد العام ديال جماعه العوام. هذا من بين المسائل اللي كتخلينا في واحد الهاجس كبير، اننا كاين ولكن ما كاينش نتيجه. هذه النتيجه كنشوفوا ما كاين من خلل باش اننا نوجدوا واحد النقط ديال المواد القانونيه او شي دوريات اللي تعطينا تبسيط المصادر اللي غتخلي السكينه ديال الجماعه العوامره تقوم بناء في مستوى وتحقق اننا التنميه المستدامه. انا ما نطولش عليكم، كاين مجموعه ديال الدراسات اللي بغينا نقول للسيد النائب ان يكون مجموعه ديال التدخلات ديالكم تدخلات الى سمعوا الى اخوانا اللي نظر لذاك الوقت ان يكون الى كان قل واحد شي تدخل ما يعاودش يقولوا الاخر باش نكون عندنا الاجابه. القافله الاخوان اوتور اللي ذات كفاءه عاليه راكب في انتظار الاخوان اللي عندهم شي ملفات ديال طلبات البناء كتعرف تعثر، او شي واحد بغى يبني شويه الطريقه ديال الوثائق اللي خصها يعتمدها في تحضير ملف طلبات البناء، او شي حاجه اللي عندها علاقه بلانوت دونسينيمون مذكرات المعلومات او ورقات المعلومات اللي كتمنح للمواطنين في هذا الشان. يعني اي حاجه عندها علاقه بالبناء والتعمير حنا مستعدين اننا ان شاء الله نتقبلوا هذا المجيء باش نحلوا معكم مجموعه المشاكل. الاداره جات لعند المواطن باش تحل لها المشاكل، وهذه هي الفرصه. كما قال السي بوسطون هذه قافله راهو مكتب متحرك مهيئ لجميع التجهيزات اخر طراز.
كاين دي زامبريمون كاين دي بي سي كاين الواي فاي يمني دار تقدر بغيتي نوت دو رونسينيمون ورقه تعميريه معلومات تعميريه وبغيتي عندك الوطيات نعطيوها لك دابا مثلا التيران ديالك ولا التيران على حساب بغي عندك شي شكايه ديال دابا كتخايط وكتخرج من الاعتبار كاين شي ملف اللي موقف ولا فيه شي واحد المشاكل كنشوفو دابا كنشوفو معاك الحلول دابا.